الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين فعرفهم أولا، ثم تكلم عما أوعدهم به ثانية، فكان من اللائق أن يأتي بالمقابل من المؤمنين فيعرفهم، ومن جزائهم فيصدر وعده بالخير لهم. فالله قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم رتب على التعريف: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وذلك لم يكن بدعا، فإن ذلك شأن السماء مع الخارجين على مناهج الله وتكذيب الرسل كالذين من قبلهم. يعني إذن سنة مضطردة في كل مخالف لمنهج الله، فناسب أن يذكر بعد ذلك المقابل، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعد المنافقون والمنافقات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صفات متقابلة. فبعد ذلك كما جاء بتعريفهم جاء بجزائهم الذي وعد الله به، فقال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، إلى آخر الآية. لكن يلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: وعد الله المنافقين والمنافقات، ثم جاء بإيه؟ بعذاب ونار، ثم قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، مع أن الشائع في اللغة أن الوعد يكون بالخير والإيعاد يكون بالشر، فكان من المناسب في عرف كلام البشر أن لا يقال وعد الله المنافقين والمنافقات، بل يقول إيه؟ أوعد الله المنافقين، لأن اللي جاي عذاب، اللي جاي نار، اللي جاي شر. وصحيح أن يقول في المؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ولكن الأسلوب جاء بالموافقة، فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات، وجاء بكلمة وعد، وهي تقال دائما للخير، وجاء في المؤمنين وقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، ده منطقي مع المؤمنين والمؤمنات. ولكن الخلاف البشري في التعبير أن الله جاء بوعد أيضا للمنافقين وهي بشر، فكيف جاء بوعد مكان أوعد؟ نقول له: الذي يتكلم هو الله، فلا تقس كلام الله في مدلولات مقتضيات الأحوال على كلام البشر، لأن البشر يفوتهم في كلماتهم ملاحظ لكنها لا تفوت الله ولا تخفى عليه، والبشر يتفاوتون في أداء أساليبهم، ولكن الحق أسلوبه واحد. فلماذا جاء بوعد هنا ووعد هنا؟ قال لك: حينما يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعرف المنافقين والمنافقات، ثم يتكلم عن جزائهم إن أصروا على نفاقهم، يحذرهم بهذا أن لا يقعوا في النفاق، وحين يحذرهم أن لا يقعوا في النفاق مخافة العذاب، يحذرهم فيأنفون من النفاق وينصرفون إلى الخير من الإيمان. يبقى أكن حين حذرهم بالوعيد
نصحهم كما تقول لمن يهمل دروسه: إنك إن أهملت درسك فسترسب. حينما تقول له هذه وتوضح له القضية تكون قد خدمت حركة مذاكرته، فكأنك بالإيعاد أوصلته إلى أن يتجنب الأمر الذي وعد به ويلجأ إلى أمر الخير. ولذلك قلنا في آية الرحمن: الرحمن علم القرآن إلى آخره، خلق الإنسان وعلمه البيان إلى آخره، وبعد ذلك يأتي في الخلق ويأتي يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وبعد ذلك يقول إيه: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهل يرسل عليكما الشواظ ده من النار نعمة؟ حتى يقول: فبأي آلاء، أي فبأي نعم ربك تكذب؟ نعم، لأنه إن قال له: إن خالفت فستذهب إلى النار، يكون قد قدم له العظة والنصيحة، وتقديم العظة والنصيحة خير حتى لا يسلك المسلك المؤدي إلى النار. يبقى خير ولا لا؟ يبقى حينما يحذر الله المنافقين بالمصير يبقى وعد بالخير ولا لا؟ يريد لهم الخير، يريد أن ينخلعوا عما هم عليه من خصال النفاق حتى يكونوا من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، والوعد يقابله الوعيد في اللغة. وعيد يبقى بشر، وعد يبقى بخير. ولذلك الشاعر لما قال: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. يعني إذا قلت له شر يمكن أتنازل عنه، إنما الوعد بالخير أنفذه. فبقول: وإني إذا أوعدته بشر أو وعدته بخير أعمل إيه؟ ماذا يكون الموقف؟ أخالف إعادي، أتنازل عنه وأنساه، ولكنني أنجز له الوعد. دي دليل على غلبة صفة الإيه؟ صفة الخير وصفة الإيه؟ وصفة الرحمة. الوعد والإعاد هي ميزان هذا الوجود، دنيا وآخرة. إزاي؟ قال لك: لأنك إن وعدت من يلتزم منهج الخير بخير فستحس الناس جميعا لأن يصلوا إلى الخير بمنهج الخير، وإن أوعدتهم على الشر فستجعلهم يتجنبون الشر. فإن صدق وعدك لأهل الخير بالخير ولأهل الشر بالشر استقام ميزان الحياة. تقول للذي يذاكر: إنك أيها المذاكر ستنجح، وإن ذاكرت جيدا ستأخذ مجموعا يؤهلك إلى الكلية التي إيه؟ وإن أهملت دروسك رسبت، وإذا رسبت سنتين سنفصلك. يبقى ده إعاد وده إيه؟ وده وعد. دي ميزان الحياة. ما دام ميزان الحياة يبقى لابد إن وعدت أن توفي، وإن أوعدت أن توفي. فإذا قلت للمهمل: أنت أهملت دروسك وكسلت ترسب ثم جئت فأنجحت، اديت لواحد خير مرة، وبعد ذلك ماذا يكون؟ الكل يقول لك: ما فلان أهمل ونجح. الله، إذن حينما خالفت الإعاد هدمت قضية كونية يترتب عليها مصالح الخلق كلها. وإن أنت وعدته إنك أنت خدت مجموع مثلا 90% أو أديك كلية الطب، وبعدين ما خد مجموع 90% وما أديتش كلية الطب، يوم يقول: ده اللي بيوعد ده كذاب. إذن فصدق الوعد والصدق في الإعاد عليه مدار حركة الحياة. الوعد قد يكون بمنطق من تصدقه، يقول لك: إن عملت كذا أعطيك كذا، وإن عملت كذا أعمل فيك كذا، وتثق في من قال وتثبت له قدرة على تنفيذ ما قال. إنما إن كان واحد ما عندوش قدرة على تنفيذ ما وعد به أو تنفيذ ما أوعد به، أيكون لكلامه وزن في حركة حياتك؟ ما يبقاش له وزن. طيب، وأن لا يكون من أهل الأغيار، لأنه إن وعدك اليوم يمكن يتغير رأيه ولا يعملش الخير اللي قالك عليه، يمكن إن أوعدك بشر يضعف ولا يقواش ولا يعمل لك أي حاجة. يبقى لازم عنده قدرة وعنده إيه؟ وعدم أغيار تطرأ عليه ليغير إيه؟
إعاده أو إيه؟ أو وعيده. ولذلك إحنا قلنا في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، الله حكم بأن أبا لهب ومراته يدخلوا النار. طب أبو لهب ومراته كفار، وكثير من الكفار آمن، أفكان يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب ومراته يؤمن كما آمن عمر وكما آمن عكرمة وكما آمن خالد؟ قال لك لا، ده هو حكم بأن دول مش هيؤمنوا. ولذلك قال لك إياك أن تشك في هذا الإعاد مني، لأنه لا إله سواي يخلف مرادي في الإعاد. فقال بعدها قل هو الله أحد الله الصمد. يبقى إذن لازم يكون اللي يعمل وعد يعمل إيه؟ يبقى عنده قدرة على نفاذه، وعنده يقين بأن ما فيش مخالف يخالفه يقول لك لا أنت عملت كده أنا أعمل كده. ما افرض ان اتنين مثلا في الوزراء ولا بتاع، وده عايز يدي ده خير وده عايز يدي ده شر، والقوي يغلب بقى، لا ما فيش عندنا حد، هو احد ولا لا هو احد. فاذا ما وقد يكون الوعد لا بمنطق صادق ولكن بسنة كونية واقعة، ما فيش متكلم ولا حاجة، انما السنة الكونية كده. تيجي الارض اللي بنزرعها نحرط ونبذر ونروي ونتعهد وبعدين نلاقي ثمره كويسه، وراجل اهمل في ارض ولا حرط ولا عمل ولا وما فيش حاجه، يبقى السنه الكونيه عملت ايه؟ السنه الكونيه ادتني وعد ان اللي يجد في ارضه حرسا وبذرا ورعيا وسقيا تديله ايه؟ خير. لو السنه الكونيه دي خلفت ما حدش يقبل على زراعه ارض ولا اي حاجه. لو واحد اجتهد بقى وقعد يعمل ولا جابتلوش، او واحد ما اجتهدش ودات له، تقول لك ده كلام؟ اذا تنقلب المعايير ولا لا؟ يبقى اما ان يكون الكلام من وعد الوعد من قادر غير متغير خلاص صادق، واما ان يكون من واقع كوني. ان لم يقل احد الذي يجتهد ينجح والذي لا يجتهد يرسب، لا نشوف الواقع ايه، نشوف اللي خد باله من دروسه وجد عن نجح، واللي ما خدش باله من دروسه رسب. يبقى سنة كونية ولا مش سنة الكونية؟ يبقى السنة الكونية صدقت الواقع القولي، وما دام السنة الكونية تصدق الواقع القلبي القولي، يبقى ميزان الإعاد والوعد هو دولاب حركة الحياة المثمرة الناضجة. فإن تخلف الإعاد والوعد جه ده مطرح ده، يبقى فسد مين؟ فسد الكون. إزاي؟ قال لك كده ليه؟ لأن كل إنسان يحب نفع نفسه، ما فيش حد ما بيحبش نفسه، بس في واحد بيحب نفسه حب أحمق يحقق لها نفعا قليلا وزمنه بسيط، وواحد يحقق لها نفع كبير وزمنه ممتد. ضربنا مثل قديما وقلنا أخوان، واحد يستيقظ من نومه فيصلي إن كان يصلي ويفطر ويأخذ كتبه ويذهب إلى المدرسة ويظل منصتا إلى أساتذته، وفي آخر الدراسة النجاح. ده إنسان مستقيم ولا لا؟ وواحد تاني مصحش من النوم ونام، يجوا صحوه ينام تاني، فإن أغلظوا عليه أن يخرج خرج وتسكع في الشارع أو جلس على مقهن أو نام عند قريبه أو عمل أي حاجة. كل واحد من الأخوين يحب نفسه، بس واحد أحب نفسه فحملها على مشقة بسيطة لتعطيه راحة طويلة، وواحد أحب نفسه فأعطاها المتعة العاجلة دي، وبعدين يرسب، وبعدين يتفتح المدارس، وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك الحياة. إذن كلنا بنحب نفسنا ولا لا؟ ولكن ما المراد؟ أن نحب نفسنا بمقاييس الحب الإيه؟ اللي فيه تعالي، اللي فيه تسامي، أتحمل مشقة قليلة علشان أخذ راحة كبيرة. كل المجدين في الحياة هذا دأبهم، لا تجد إنسانا أخذ حظه من الحياة بصدق مش بتدليس إلا إذا كان قد حمل على نفسه فأجهدها، ولا تجد إنسانا فاشلا وعالى على المجتمع إلا إذا كان إنسان خد راحته الأول وبعدين خد متاع. ولذلك يقول لك ما فيش حد ياخد راحته مرتين أبدا، اللي يتعب في الأول لازم يرتاح في الثاني، واللي يرتاح في الأول ولذلك يقول لك من جار على شبابه وضيعه في الهيافة
جارت عليه شيخوخته، نظام قصاصي. أم قال لك طيب والقائمين على الأمر عليهم أن ينبهوا المقبلين على الحياة بالإعادة وبالوعيد، يوم يستقيم أمر الإيه؟ أمر الحياة. وأيضا عليهم أن لا يؤجلوا الوعد إلى أن تحضر الثمرة ولا الوعيد إلى أن يحدث الشر، بل عليهم أن يراقبوا حركة المتحرك، إن كانت في خير ونفعة يعملوا له إيه؟ ما يأجلوهش بقى لما يبقى ينجح، يشجعوا بالكلمة الكويسة، برافو الله يفتح عليه، أما أنت تلميذ مش عارف إيه، والله أنت خد الهدية الألم ده. طب والتاني ما أجلوش لحد ما يقع في مطب إنه يسقط، أعمل إيه؟ لازم أعمل له عقوبات. هذه العقوبات والتشجيعات اللي احنا بنعملها هي اللي توزن حركة الوعد وحركة الايه وحركة الوعي تقوم تستقيم الايه. لكن اذا رأينا مجتمعا مثلا اللي بيعمل طفحان الدم ولا حدش دريبه، واللي ما بيعملش واخد حظه، المقاييس اختلت ولا ما اختلتش؟ يقول اللي بيعمل يقول وانا ليه تعبت نفسي، ما اعمل زي صاحبنا ده وانام، ولا تقول له لا هو ما نامش، هو وجه حركاته إلى شيء غير عمله، وجهها نفاقا رياء تعبا في خدمة الذي يملك له أمر، برضو تعب علشان إيه يوصل. ولذلك يضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الإيعاد وفي الوعد، فلا تعطي حافزا إلا لمستحق. ما يجيش كده يفاجأ الديوان بان الحوافز منطورة على مين؟ على اللي عمل كده واللي عمل كده واللي خدم في البيت واللي راح على المصالح وبتاع واللي طفحان الدم على المكتب وعمهد وسهد، ما تقعدش، ما تنفعش دي، لخبطت انت في الإعاد وفي الايه وفي الوعد. يوم العالم يتلخبط ولا لا؟ العالم يتلخبط، والحركة في الحياة تختل. واذا اختلت حركة الحياة، اصل حركة واحد متحرك بتنفع كل المجتمع، يبقى المجتمع هو اللي ايه؟ هو اللي خسر، ومن ضمنها صاحبنا برضه هيخسر. ايه؟ هيخسر. ولذلك في سورة الكهف، معنى كهف يعني شيء كده مغارة في جبل، والحقائق برضه فيها كهوف، يقول لك ايه؟ حينما ضرب سألوه عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، ايه؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طب ايه الذكر بتاعه؟ اوعى بقى تدخل نفسك في متاهة تقول لي ذو القرنين ده مين؟ هو قرش ولا الاسكندر الاكبر؟ ما يعنيش هو مين، انما انسان ممكن في الارض باي اسم في اي زمان في اي مكان. مهمة الممكن في الارض بهذا الشيء، اذا اعطاه الله سببا لا يكتفي بعطاء الله بالاسباب، ولكن يولد من الاسباب قوة. اتيناه من كل شيء سببا فاتبع ايه؟ سبب. طب ايه مهمته ايه في الكون دي؟ قال لك له مهمه، المهمه يشوف الذي احسن عمله يصيبه والذي اساء عمله يعاقبه. قد قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، خيره. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ومش عذابنا ده هو كل ما يناله، ده عذابنا دي لإصلاح حركة الحياة، إنما في الآخرة هيبقى له إيه؟ ثم يرد إلى ربه فيعذبه. وإلا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر انعاسوا في الأرض فسادا، نقعد إحنا نصلى بشرهم؟ لا، يقولك لازم تعجل له عقوبة، عقوبة هنا في الدنيا، وإلا هو مش مؤمن بالآخرة بتاعتك دي، يستشري في فساده ولا لا؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد فيعذبه عذابا، واما من امن وعمل صالحا. ادي الحوافز بقى نعمل فيه ايه؟ فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يبقى اذا مقاييس حركه الحياه الناجحه اللي يعمل حاجه ويفسد في الارض، واللي بيقدم خير في حركته لازم يساب ونشجعه ونعمل له حفل التكريم. فإن قلبت المعايير فسد نظام مين؟ فسد نظام الكون. ويشترط في صاحب الوعد أو في صاحب الوعيد كما قلنا القدرة،
وعدم التغير وأنه سينفذ إيه؟ ولذلك إيه؟ صدق الله وعده. طب إذا كانت القدرة أيوجد أقدر من الله؟ قال الله يتغير لما يقول حكم كده ومن أوفى بعهده من الله. ساعة ما يقول لكم وعد الله المؤمنين المؤمنات حيبقى إيه؟ حيدي. يبقى الوعد هنا صدر من مين؟ من قوي يملكه ويقدره ولا معارض له من ألوهية أخرى تفسد عليه المراد. إذن ثقوا بأن ما قاله سيه سيتحقق. وعد الله الإيه؟ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات مفهمة إنها مأبب جمع جنة. وما هي الجنة؟ مادة الجيم والنون دي مأخوذة من الستر والتغطية كلها. فلما جن عليه الليل يعني ستر وأظلم. والجنون ستر الإيه؟ ستر العقل. الله. الجنة تبقى إيه؟ قال لك إيه؟ لأن أشجارها كبرت ونمت كده وترعرعت بحيث تستر من يسير فيها. مش لسه قد كده اللي يمشي فيها ويدخلها يبقى باين. او تستره عن الوجود الاخر. ليه؟ قال لك لان فيها كل مطلوبات نفسه مش هيطلع منها ما يروحش بره تاني. الله. اذا كلمه جنه معناها ايه؟ المكان اللي فيه ايه؟ خضره. هذه الخضره تروق بمنظرها تعجب بثمارها ومن شده قوتها تستر من ايه؟ او تحجبه عن مكان اخر لان فيها كل ما ايه؟ كل ما يحتاجه. لما يكون الله وعدنا جنات نقول له وعدنا وعد الله المؤمنين وهم جماعه والمؤمنين وهم جماعه والموعود به جنات. يبقى لما تقابل الجمع بالجمع لازم تقتضي القسم احاد. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. يعني وعد الله المؤمن جنة ووعد الله المؤمنة جنة. مش كده؟ والأفراد حتتكرر. يبقى الموعود به جمع والموعود إيه؟ يبقى تقتضي القسمة إيه؟ زي ما قلنا كده الأستاذ يدخل الدرس ويقول للتلاميذ أخرجوا كتبكم. يعني إيه أخرجوا كتبكم؟ أخرجوا أمر لجماعة وكتبكم جماعة. يعني ليخرج كل واحد منكم إيه؟ كتاب. خلاص امسكوا اقلامكم. تقول للجماعه مثلا لهم دواب بما اعطوها او سيارات اركبوا سياراتكم. يعني ليركب كل واحد منكم ايه؟ يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وزع الجنات على افراد مين؟ المؤمنين والمؤمنين. يبقى كل واحد ايه؟ كل واحد جنه. لكن في ايات في القران ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. تقول له لا تنبه إلى معطيات الألفاظ في سياقها ومقاماتها. لأن سورة الرحمن لا تتكلم عن الإنس فقط وإنما تتكلم عن الإنس والجن. خلق الإنسان من صلصال إيه؟ وخلق الجنة. وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه؟ الله. إذن بيتكلم على يبقى للجن جنة وللإيه؟ من خاف مقام ربه إنس ولا مين؟ فإنس يبقى له جنة وجن يبقى له ايه؟ او ان لكل واحد جنتين. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى علم ازلا من التقوى او الفجور فلم يحصي المتقين ويعمل والكفار ويعمل لهم نيران على قدهم. لا، ده عمل لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة كل واحد جنة آمن أو كفر. ولكل واحد نار. مش هنبقى ننشئ لا. فإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت جنان أهل النار التي لم يدخلوها. يوم ربنا يوسعها بيه يوزعها على الإيه؟ على الباقي. وتلك الجنة التي أورثتموها ورثتموها من غيركم بما كنتم إيه؟ ما كنتم تعملون. الجنة بقى قال لك الظاهر فيها أساليب القرآن الذي يتكلم الله. ونعرف أن كل لفظ من ألفاظ اللغة قبل ما تتكلم به لازم تكون عارف معناه.
وعارف معناه بحيث تقوله عند طلبه، واللي بتكلمه لازم يكون عارف ايه، عارف معناه. تيجي الواحد ما هوش عارف القلة وتقول له هات القلة لأشرب، ما يعرفش القلة ايه. يبقى لازم انت عارف القلة معناه ايه، وهو عارف القلة معناه لازم كده. يبقى اذا التخاطب فرع ايه؟ العلم بوضع اللفظ. الالفاظ توجد اولا ثم توجد المعاني، ام توجد المعاني اولا ثم توجد لها الالفاظ؟ نشوف كده. التلفزيون ده قبل ما يخترع كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. اذا لما اخترع ابتدانا نجيب له ايه؟ يبقى اذا المعنى يوجد ايه اولا، وبعدين يوجد له مين؟ الاسم. فاذا وجدت لفظا في اللغه فاعلم ان هذا المعنى وجد اولا ثم وضع له اللفظ الذي ايه يؤدي. ولذلك هذا اقرب دليل عند من ينكرون وجود الواجب الاعلى وهو الله. نقول له الله دي في لغتك ولا لا؟ لفظ بتكلم بيه حتى لما تقول الله غير موجود ده لفظ عندك ولا مش لفظ ده؟ طب واللفظ لا يمكن ان يوجد الا بعد ان يوجد المعنى، يبقى نطقك به دليل ان معناه موجود. يبقى اذا قولك الله غير موجود كلام باطل، لان ما دام قلت الله وجبتها في لغتك كده يبقى لازم معناها ايه؟ وجد قبل وجود اللفظ. والكفر طرأ على اللفظ فستره، ولذلك سموا الكفر ستر. هو الستر يكون الا لموجود؟ يبقى الذي كفر عمل ايه؟ ستر موجودا. يبقى الكفر دليل الايمان ولا مش دليل الايمان؟ الكفر والا فسترت ماذا يا كافر يا ملعون؟ ان انت سترت لازم شيء موجود. ومن اين دخل لفظ الله على لغتك لو لم يكن المعنى الذي يدل عليه لفظ الله موجودا قبل ان تتكلم به؟ يبقى لازم كده. الجنه بقى كل الفاظ القران، نبص الجنه اطلقت في القران على معاني كثيره قوي. ايود احدكم ان تكون له ايه؟ جنه بربوة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه؟ الجنة. واضرب لهم مثلا إيه؟ رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين. الله، إذن الجنة تطلق في دنيانا على الإيه؟ على المكان إيه؟ اللي فيه إيه؟ زروع وفيه ثمار وفيه أشياء تحجب الإنسان إن دخلها أو تمنع الإنسان بالخير الذي فيها أن يروح لحتة تانية. وتطلق الجنة على، فإذا أراد الله أن يبشرنا بشيء في الآخرة يوم يجيب الفاظ ايه؟ مش الالفاظ من بتاعتنا، يجيب لفظ من اللي عندنا. ولذلك قال اياك ان تفهم ان هذه هي الجنه، لان انا بجيب لك اللفظ اللي عندك اللي انت تعرف معناه، لكن ده الجنه بتاعت ربنا فيها ما لا ايه عين رأت ولا اذن ولا خطر على قلب. طب ما دام لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نجيب له لفظ منين؟ طب ده اللفظ ما يجاش الا اذا كانت المعنى المعاني موجوده، يبقى مش ما يجيبلكوش لفظ يؤدي هذه المعاني. يوم يقول لك انا حديك بس تقريب كده. ولذلك يقول مثل الجنه التي وعد المتقون، مش هي مثل الايه؟ الجنه التي وعد. لما هم يتكلموا بقى عن الجنان في الجنات في الاخره، قال لك ما هي؟ قال لك انت تاخذ صوره من المجتمع اللي انت عايش فيه. إنسان عايز يسكن يدوب يبقى له أوضة، ولما يترقى قوي يبقى أوضة وصالة، يترقى شوية يبقى أوضتين العيال كبروا، مش كده؟ وبعدين يشوف له شقة في عمارة، وبعدين يقول يا سلام لما يبقى لي فيلا مخصوصة كده، وبعدين يقول بس الفيلا دي لو لها حتة جنينة كده نبقى نتبحبح فيه. إذا المسألة مش إيواء، مش إيواء بس. الإيواء ده يبقى اسمه سكن، إنما المتعة في الإيواء ده موضوع آخر. أهل الجنات بتاع الموضوع الآخر دي بقى، بدليل أن الله يقول بعدها ومساكن طيبة. يعني فيه جنات وفيه إيه؟ فيه مساكن. ليه؟ أم قال لك لأن في ساعة الإنسان عايز كده يبقى قاعد لوحده والمتعة بتاعته موجودة قدامه ولا حدش. وفي ساعات بده يعمل جلوة كده في الخلا يقعد فيه، زي ما بنعمل كده في الأيام المناسبات ونطلع على الإيه؟ البساتين والحدائق ومش عارف ايه، وكل ما كانت بساتين واسعه كده نفرح بها ايه كلنا. فكأن الجنات امر للرفاهيه الزائده المجتمعه الضاحيه، يعني اللي تمتع بها انا وانت وتشوفها
والمساكن بقى للايه؟ للخصوصيات بقى للايه؟ للخصوصيات. فقال لك الجنات دي هي صورة من البساتين، بس بساتين ليست من صناعة الأسباب ولكنها من صناعة المسبب. طب ده احنا لما نروح لواحد غني ولا حاجة ونشوف عامل حديقة كده في القصر بتاعه، وبعدين جايب واد بستاني كويس عامل فيها زهور وعامل فيها مش عارف ايه، بنشوف تنسيق في الجنينة وأزهار وأشجار في الجنينة تناسب مين؟ تناسب إمكانيات المالك ايه؟ وفنية اللي قائم على أمر الجنينة. طب إذا كانت المسألة بقى مش من الأسباب، ده المسبب هو اللي عاملها، يبقى شكلها ايه دي بقى؟ ما جنات تبقى ايه دي؟ الذي وعد هو مين؟ الله، قادر على انفاذ ايه ما وعد به، ووعد بايه؟ بجنه. ادك الكماليات والترفيهات قبل الخصوصيات، وبعدين عمل لك مساكن جنات وعمل ايه، وبعد ذلك اعطى تميز الجنات. تميز الجنات انها مكان واسع ما فيش فيه مباني، وفيها زروع، وفيها أزهار جميلة، وفيها أشكال طروق العين وأشكال طروق اللمس ناعمة وريحة، كل العملية دي. قال لك ومن أهم جمالها أن تجري الأنهار خلالها. طب الأنهار اللي بتجري دي عايزة منابع، أم قال لك أهو ده بقى الجمال في صنعة الخالق. قال لك ده الجنات اللي تجري من تحتها الأنهار. طب لما تجري من تحتها يبقى منابعها منين؟ من حتة تانية. وتجري من تحتها الأنهار يبقى منابعها ايه؟ من ذاتية. طب شوف بقى احنا لما بنترقى نقول لك يا اخي انت جبت المية من الكوبانية، يقول لك يقول لك برضو تعمل موتور كده ويطلع لك مية من الأرض. يمكن يمكن الايه؟ المية تنقطع ولا اعمل لك سحريك. الله، اذا بقول في روافد، في تجري من تحتها وفي ايه؟ وتجري تحتها. ولما تجري تحتها يبقى اللي بينبع من تحت جنة يجرد على مين؟ واللي بينبع من الجنة دي تحت الجنة دي يروح لمين؟ للجنة. تبقى ما فيهاش تحيز ملكية ولا أي حاجة، لأنها لمن الملك؟ هو الواحد. دي تروح هنا ودي تروح هنا. وبعد ذلك حينما نصفها وننسبها إلى فاعلها والذي هندسها وهو الحق سبحانه وتعالى، يقول لك أنت تعرف في الأنهار أنها ذات شطار. لا يا اخو، انت هتشوف المايه بتجري كده من غير شواطئ. يمسكها الذي امسك السماء على الارض انت ان تقع على الارض كده، وبعدين تلاقي نهر اللبن ماشي على نهر الخمره ونهر المايه ماشي على، ولا ده اختلط بيدي ولا ازاي الكلام؟ قالك ما هو اللي عاملها مين؟ اللي عاملها الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها المتعة قد توجد في الدنيا، ووجد إنسان تمتع بتصوره للنعيم في الدنيا، وتصورات الخلق لأنواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها. فاللي قاعد في الفلاحين يقول لك يا سلام لما اعمل لي مصطبه كده قدام البيت كده ومنظره يقعدوا فيها ومش عارف ايه، والتاني يعمل مصالون كبير، والتاني يعمل، وبعدين نروح البندر نلاقي مش عارف ايه بقى ومش عارف ايه، كل واحد على قد امكانياته. على الحق سبحانه وتعالى لما بيتفضل بمثل هذا ما تفضل بمثل هذا الجزاء على الايه؟ على الخلق. الامكانيات من احد منه؟ الإمكانيات من عنده، إنما هي جزاء على ما فعلت. جزاء، تبقى أنت اللي حددت إيه؟ تبقى أنت اللي حددت الإيه؟ المساحة اللي لك في الجنة، وحددت المسكن نوعه إيه؟ وحددت أنواع النعيم بمقدار إيه؟ بمقدار عملك. وما دام بمقدار عملك، نقول لك ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ هات إنسان كده منعم، وبعدين تلتفت تلاقي النعمة زالت عنه. وياما شفنا مش كده ولا لا؟ قال او نقول الذي يهدد امن الناس في الدنيا اما ان يذهبوا هم عن النعمه فيموتوا، واما ان تذهب عنهم النعمه فيفتكروا.
يبقى اللي بيهدد النعيم في اي بشر ايه؟ حاجتين اتنين، اما ان يفوت النعمة واما ان تفوته النعمة. ام قال لك لكن بقى نعمة الاخرة ما فيهاش الحكاية دي بقى، ده دي ايه؟ خالدين فيها. يبقى طب ان من ناحية ايه؟ من ناحية خلود. ولذلك يقول لك يا اهل الجنة خلود بلا ايه؟ ونعيم بلا بؤس. يبقى منع الامرين اتنين اللي بيهددوا ايه؟ الامر اللذان يهددان نعيم الايه؟ الدنيا. ام قال لك ده خالدين فيها، وخالدين فيها ابدا. واذا وصف الخلود بالتأبيد زاد على ما يقتضيه الخلود وحده. الخلود وحده يبقى المكس ايه؟ طويل. لكن الخلود على التأبيد يبقى اخذ ايه؟ كل الزمن الذي لا ايه؟ لا يتناهى. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا الخلود استثنى فيه. قالوا إن الاستثناء فيه يناقض الأبدية، زي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماء والأرض انهي ده، السماء هتتكور والأرض هتمور والدنيا. قال لك ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى إذا ما دامت السماوات والأرض أي الأرض الإيه والسماء الإيه المبدلة، ما هو السطح اللي ما قراش القرآن كله يقول لك أهو يا أخوان القرآن بيقول لك إيه ما دامت السماوات والأرض، وبعدين يقول إذا الشمس كورت والسماء انكورت ويضيع الأرض والسماء يبقى خالدين فيها ما فيش خلود. يقول له لا يا أخي اقرأ القرآن كله، اقرا القران كله عشان تعرف ان ربنا قال يوم تبدل الارض، دي ارض معاش وسماء معاش، انما ديك ارض معاد وسماء معاد. ارض معاش فيها كل العناصر التي تحتاج اليها لتقيم حياتك، تزرع فيها وتقلع وتطلع، انما ما دام انت حتاكل بكون القدره حتعيش في نعيم الاخره لا بالاسباب ولكن بمين؟ بالمسبب. ساعة ما يخطر الشيء على بالك تجده، يبقى لا هتحرط ولا تبدر ولا تزرع ولا تطبخ ولا تعمل اي حاجة. يبقى اذا الارض اللي موجودة الان ارض ايه؟ معاد. والارض اللي هتيجي تبقى ارض ايه؟ معاد. ايه الفرق بين الاثنين؟ ارض المعاش تنعم فيها وتأخذ بقدر امكانياتك، ولكن ايه؟ ارض المعاد هتأخذ بامكانيات مين؟ بامكانيات الحق سبحانه وتعالى. ساعة ما يخطر الامر على بالك تلتفت تلاقيه حاضر قدامك. وقد يرتقي الخلق ارتقاء يوصلهم الى قطع مسافات التعب في وسائل المتع. يعني احنا مثلا ما بنعمل شاي بندخل على المطبخ ونجيب البراد ونجيب ونعمل مش عارف ايه، لكن لما تروح في حته مثلا مرتقيه تعمل جرس كده يقولك الايه يجي لك الشاي، يبقى قللت ايه؟ لكن قول لي بقى مهما ارتقت الدنيا وارتقت اسبابها أيوجد شيء بمجرد أن يخطر ببالك تجد أمامك؟ أهيد اللي حت إيه؟ اللي حتكون في الإيه؟ ليه؟ لأن ديك بتاعت أسباب، إنما دي بتاعت مين؟ بتاعت المسبب. إذن قول الحق وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كلام قلنا المبدلتين، إلا ما شاء رب. استثنى ولا ما استثناش؟ يبقى فيه ما فيش خلود، اللي سعدوا حيبقاش لهم خلود. وبعدين هناك واما الذين شقوا ففي الايه؟ في جهنم خالدين فيها ايه؟ الا ما دامت السماوات والارض الا. طب معقول اللي دخل النار انما اللي دخل الجنه ده يبقى الا ما شاء ربك؟ مش هيقعد يعني يستثني له؟ قال لك اه، لان الجنه والنار لهم خطين، بمجرد الانسان ما يحاسب إيما إلى جنة إيما إلى نار، هذا الخطين. فبمجرد ما ينتهي حسابه إن كان من الكفار يبقى بدأ خلوده من إمتى؟ من أول لحظة في دخول النار. ويظل ده ولا ما يظلش؟ طوال. يبقى ما فيش استثناء له، لأنه من أول لحظة دخل ويفضل الإيه؟ الخلود للآخر. طيب وإن كان قد عمل بعض السيئات وهو مؤمن وسيدخل النار،
عشان على قد ما عمل من اللحظة كده على قد ما عمل من السيئات يبقى خلد في النار ولا يصير إلى جنة؟ يصير إلى، يبقى هياخد شوية في النار اللي ما غفرلوش ربنا يعني، ياخد شوية في النار وبعدين يخرج من الايه؟ يبقى اللي دخل النار أولا حالتين، حالة أبدية في الكفر وفي عصاة المؤمنين حالة ابتدائية وليست ايه؟ أبدية، يطلع كده وبعدين يروح الجنة. يبقى الخلود ناقص في عصاة المؤمنين من ايه؟ من الآخر، وفي الأول من الابتداء. ازاي بقى؟ أم قال لك الجماعة اللي عملوا صالح وما عملوش أي حاجة هيدخلوا الجنة ايه؟ ابتداء وخلود، ياخدوها ابتداء وخلود. طب واللي عمل الشوط بتوع النار دول ما يدخلش ابتداء؟ إنما لما يدخل ما يخرجش. يبقى نقص أهل الجنة من الأول ونقص أهل النار من الأخير، وذلك هو معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ومساكن طيبة، قلنا بقى مساكن غير جنات، ومساكن إيه؟ طيبة، في جنات عدن. برضو جنات جت تاني، يعني المساكن نفسها في ايه؟ في جنات، يعني القصر اللي هيبقى للمسكن للمؤمن في قلب ايه كمان؟ في قلب جنة. يبقى فيه جنان عامة زي اللي بنسمها الايه المتنزهات العامة دي الكبيرة دي، وفيه برضو كل واحد مسكنه في ايه؟ في جنة خاصة له. ومساكن طيبة في جنات ايه عدن. كلمة عدن دي مادتها العين والدال والنون، معناها الإقامة. عدن في المكان يعدن أو يعدن إذا إيه؟ إذا أقام. يبقى جنات إقامة، جنات إيه؟ قال لك لأن فيه فرق بين أن تسكن شيئا لا على الإقامة، كما تسكن في فندق ولا تسكن في حتة مثلا، إنما جنات إقامة تبقى فيها مستوفية إيه؟ مستوفية كل ما تتطلبه إيه؟ ما تتطلبه حياتك. طيب هب أن الإنسان أخذ النعيم، جنة تجري من تحتها الأنهار، وبعدين خلد فيها، ومساكن طيبة، والمساكن طيبة أيضا في إيه؟ مش بس مدينه البساتين العامة دي، لا برضه حاجات إيه؟ حاجات خاصة له. وجنات عدن يعني إقامة، إن حبيت تقيم فيها تقعد كده تلاقي فيها كل إيه؟ كل متعك. أم قال لك ده كلام ماشي. في جنات عدن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي للمؤمن بشرى بأشياء يريد منك أن لا تنسى أنها منسوبة إلى قدرة الله، أن لا تنسى أنها منسوبة إليه؟ إلى قدرة الله. ومدام منسوبة إلى قدرة الله، الشيء الذي ينسب إلى المهندس الفلاني يبقى على قد فنه، وإلى صاحب الإمكانيات الفلاني يبقى على قد إمكانياته، يبقى عايزين إمكانيات وعايزين إيه؟ وعايزين في فن ينسق. فإذا كان واجب الوجود الأعلى هو اللي صاحب الإمكانيات، يبقى يخرج المسائل على مقتضى إيه؟ على مقتضى قدرته وعلمه وإمكانياته. إنما دوك هم اثنين، واحد عنده إمكانيات وواحد عنده إيه؟ واحد عنده فن، يقول لي ده اعمل لي كذا. طب من الجايز انني ساعة ما اعمل، ساعة ما صمم كان يقدر يعمل، ولما يجي ينفذ قال لك انا عايز ابقى اعمل دي جرانيت واعمل دي رخام مش عارف منين واعمل دي، وبعدين قالوا ما فيش استيراد ولا حاجة ولا يوم ايه؟ المهندس هندس له، ولكن القدرة في ايجاد الهندسة بتاعته ما جاتش. إنما اللي بيملك الأمور كلها تيجي التصميم على وفق ما يريد ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.